بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم في محراب العدالة. أحمد عبد الناصر كمال، عمر حسين فكري، بتتاجر في المخدرات نيابة. نيابة الطالب تطبيق مواد الاتهام لولاد عمر الحاج. دفاعي اتفضل. الحاضر مع المتهم الأول التمس البراءة وذلك تأسيسا على الدفع ببطلان القبض والضبط وما تلاهما من إجراءات وذلك للدفاع واختلاق حالف التلبس لمعرفة مأمور الضبط القضائي، كما أدفع ثانية بعدم معقولية التصوير الوارد بالأوراق، كما أدفع ثالثا بمنازعة المتهم في مكان وزمان ضبطه وكذا انقطاع صلته بما قيل أنه ضبط معه وتلفيق الاتهام وكيديته وانفراد السيد الضابط بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة، وأخيرا بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات لأنه لا عبرة بأي اعتراف يصدر سوى في مجلس القضاء. دورة الرئيس سادة الأفاضل، مأمور الضبط القضائي الحقيقة عندما يتحدث عن أنه المتهم وآخر يقودان دراجة بخارية عكس الاتجاه، والحقيقة يعني هو موقفش عندي ده، قال شارع المسجد الأقصى دائرة القسم أرض اللواء. يا ريس، أنا بمنتهى التواضع بتشرف بتقديم حفظة مستندات الشارع ده المتهم الأول مقيم فيه. يعني ما عليك، عندما تحدث المتهم أمام البهوات في النيابة ولما سئل أنت كنت فين؟ أنا كنت في البيت، قاعد تحت البيت، وده اللي قاله الضابط، نفس الشارع اللي موجود فيه البيت. يبقى النهاردة فكرة عكس الاتجاه مش موجودة من أصله، اللهم إلا إذا كان هناك تصوير آخر أراد مأمور الضبط القضائي إسباغه على واقعة غير مشروعة. طيب أنا بعد إذن المحكمة هتجاوز عندي، يعني أنا يعني هقول والله ده كلام مرسل. النهاردة فكرة عكس الاتجاه، الشارع ده المفترض قدامنا حاجتين، إما إن الشارع ده ذو اتجاهين وفقا لكلام الضابط، و التصوير الاخر انه اتجاه واحد، يبقى ما عنديش حاجه اسمها عكس الاتجاه. اتجاه واحد، شارع واحد، ما فيهوش جزيره وسطى، يبقى ده معناه انه الشارع ده واحد اللي رايح زي اللي جاي، دي واحده. طب انا هسلم بكلام الضابط على عيني وراسي وان الشارع ده اتجاهين. السؤال الذي يفرض نفسه، كيف استطاع مامور الضبط القضائي السيطره على دراجه بخاريه تسير بسرعه زي ما بيقول وماشيه بسرعتها؟ استطاع انه يقبض عليها ازاي او يوقفها ازاي؟ ما انا قدام حاجتين، يا اما هو امامها ويستطيع المتهم بمجرد رؤيته لمثل هذا الكمين انه يرجع تاني يلف تاني، يعمل يوترن، يعني يلف اللفه دي كده العكس. طيب ده ما قالوش، دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد اذن المحكمه، هو المفترض بقى على كلامه انا ماشي عكس الاتجاه، طب ما الضابط برضه زي حالاتي ماشي عكس الاتجاه. يبقى النهارده اما كان في مكنت أي من المتهمان اللذين لا يعرفا بعضهما البعض، ما كانش مقلد واحد فيهم إنه وهو بيجري إنه يتخلى مما معه، كان من السهولة بمكان الظابط بيجري وراهم يطلع الحاجة ويرميها. يعني إيه المشكلة؟ ما كانش هيحصل حاجة، ما كانش الضابط ساعتها هيستطيع إنه يجيب لنا أحراز على الفرد الجدلي. إذا هذا يؤكد يا دولة الرئيس إنه الواقعة دي بالطريقة دي بالتصوير ده، لأ مش مجرد إن أنا راكب موتوسيكل، السيد الضابط ما عندوش اذن وما عنديش تلبس ولا ببيع ولا بشتري ولا 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 اعمل له فكره عكس الاتجاه. لا الحقيقه ده كلام مش مقبول بالمره، لان العبره دائما وابدا بمقدمه الاجراء مش بالنتيجه، وحضراتكم علمتمونا ان ضبط المخدر هو عنصر لاحق على الاجراء الباطل، كلما صح القبض كلما صح التفتيش. طب انا ما عنديش فكره اصلا عكس الاتجاه، مش موجوده. ليه؟ لان انا قاعد تحت بيتي، يعني انا موجود في الشارع اللي فيه بيتي، يبقى فين عكس الاتجاه اللي بيتكلم عن الضابط؟ بدليل انه حتى لما سئل المتهم الواقعه دي فين؟ قال لهم في الشارع اللي انا قاعد فيه، ده كنت قاعد تحت بيتي. يبقى النهارده لما يقول لي في الشارع ده كلام الضابط، لا انا النهارده موجود في نفس الشارع اللي انا ساكن فيه، ما تقوليش بقى فكره عكس الاتجاه جايه منين في عكس الاتجاه دي؟ يعني انا بعد اذن المحكمه عشان انزل اخد دراجتي او حتى عربيتي هتقول لي عكس الاتجاه جايه منين دي؟ مش هتيجي ابدا باي شكل من الاشكال، اللهم الا اذا كان برضه في
في حاجه تانية حاصله اراد مامور الضبط القضائي حجبها. اسف للاطاله، ملتمسا البراءه. حاضر معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسه لاحكام احمد عبد الناصر كمال ابراهيم عمر حسين فكري. حكمت المحكمه حضوريا اولا بمعاقبه احمد عبد الناصر كمال ابراهيم بالسجن المشدد لمده 6 سنوات وغرامه 100,000 جنيه ومصادره المخدر المضبوط والزمته المصروفات الجنائيه. ثانيا ببراءه عمر حسين فكري توفيق مما اسند اليه من الاتهام ومصادره المخدر. رفعت الجلسه. رفعت الجلسه.